متابعي واضح، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم من دولة قطر التي تشهد النسخة 11 من اليوم الرياضي للدولة. ستعيشون معنا أبرز وأهم الفعاليات، فابقوا معنا. اليوم الرياضي هو شيء مهم بالنسبة للشعب القطري، وهاي يعني لتشجيع الشعب على الرياضة، فهي مبادرة حلوة من الحكومة والدولة. أشوف أن الحياة الطبيعية رجعت شوية من بعد الكورونا، وأن رجعنا نسوي اليوم الرياضي أشوف أنه شيء وايد زين، بلس ان الفعاليات في كتارا وايد حلوة outdoor. عشنا اليوم اجواء رياضية في دولة قطر وانبسطنا مع العائلة وقضينا يوم جميل جدا. كنتم معنا اليوم في اليوم الرياضي لدولة قطر، هذه المبادرة التي نتمنى أن تستمر لسنوات طويلة خدمة للرياضة ولصحة الأفراد.